سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم مشروب رائع لمعالجة تأخر نزول الدورة الشهرية، ويساعد أيضا على نزولها وينقي الرحم وينظم الدورة. نبدأ على بركة الله. أنا هنا ديجاني طيبته وراح نشربه كما راكم تلاحظوا. بغيت نشارك معكم الوصفة. المكونات اللي نحتاجوها، نحتاج قرفة، نحتاج زنجبيل، نحتاج ميرامية، نحتاج حبة الحلاوة، زريعة البسباس والشيح. هذه المكونات كامل تاخذي منهم ملعقة ملعقة تاع أكل، وتديريهم في إناء، وتضيفي لهم ماء يغلي وتتركيهم ينقعوا لمدة نصف ساعة، وبعدها تكبيه في الكأس وتشربيه. صافي وتشربيه، يشرب زوج مرات. نتمنى تكونوا فهمتوني ويعجبكم المشروب هذا، وتجربوا وتعطوني آراءكم. وفي الأخير سلام.